سبب صدور البيان لو تطلب بالمجال مثلا نقول لك فيها كلام يمكن حتى نقول لك فيها كلام انا رايي الان المغرب يتعرض لهجمه اعلاميه مكثفه يقودها الاعلام الفرنسي وايضا عدد من المنصات عبر العالم تتهمه بالتجسس على عدد من الدول من بينهم شخصيات سواء على الصعيد الوطني او الصعيد الدولي. انت الان سيد هاشم نويرا كاعلامي كيف ترى او كيف تنظر الى هذا الهجمه الاعلاميه؟ هي على هجمه اعلاميه بالفعل شرسه وبسهوله تتم ملاحظتها خصوصا في وسائل الاعلام الاسبانيه والفرنسيه وحتى الإنجليزية، وهذا استحضار واسترجاع لإرث استعماري معروف. أنا نشوف ما وراء الحملة الإعلامية الشرسة، لأنه أغلب الإعلاميين أغلب هذه الحملات تحركها أجهزة مخابرات وتحركها دوائر سياسية لا تريد للمغرب أن تسلك طريق الاستقلال الاقتصادي والاستقلال الدبلوماسي في مواقفها، ولا تريد للمغرب أن تبني تنمية حقيقية، وبالفعل تختلق عديد المشاكل والأشياء فيها ما يمكن تبريره ولكن يمكن دحضه بسهولة، وفيها ما لا يمكن تبريره مطلقا. أعتقد أنه مثل ما الحملة الإعلامية الخارجية تتحرك وفق أجندات استخباراتية وأجندات سياسية لدولها، أنا أرى أنه ليس إخلالا بالواجب المهني أنه الجسم الصحفي المغربي يتحرك بنفس الطريقة، شرطة أن يحافظ على قدر كبير من المهنية وعلى تمسكه الدائم بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وكل هذه الأشياء، لكن في إطار المحافظة على الدولة المغربية وعلى التراب المغربي، لأنه من غير المعقول أن يسكت وأن لا تكون استثاث جزء من التراب المغربي في الشمال وعدم سيطرة المغرب على جزء في الجنوب، أنه هذا لا يكون موضوع حملة يومية ودورية وحملات وندوات وغير هذا. أنت تعرف أنه قضية سبتة والمليلة مثلا قضية غير معلومة عند الناس في الدول الأخرى، وهذا تقصير من مين؟ هذا التقصير أنا نقول أولا تقصير إعلامي، لكن تقصير سياسي أيضا، تقصير سياسي، لأنه لا يمكن المهادنة في قضية الأرض. في سبتة ومليلة هناك احتلال، وفي الجنوب في جنوب الصحراء هناك مكابرة من طرف معين، خلينا ما ندخل في التفاصيل، لكن الاحتلال لابد أن يسمى نسمي الاحتلال احتلالا، هو احتلال. ماذا تفعلون من أجل أن تصبح هذه القضية قضية رأي عام في الدول العربية مثلا على سبيل المثال، وفي الدول المحبة للسلام، وفي الدول التي تعتبر أنه من حق الشعوب تقرير مصيرها، وأنه من غير المعقول أن تكون هناك أراضي محتلة في 2021 و 2022. في نظرك ما الذي يحرك ملك هذه اللوبيات من أجل تهجم على المغرب؟ هي مسألة ظاهرة أنه مستهدف المغرب، لكنه باطنها أيضا وامتدادها أنه هم ما يحبوا أنه تمس. احنا نعرف كيف جات سبتة ومليلة مثلا على سبيل المثال، وجات باتفاق فرنسي بريطاني ألماني على ما أعتقد، من أجل أن تكون هذه أرض إسبانية، يعني هم يخافوا أنه كل الاتفاقات السابقة وبنا سيسبيك وغيره أنه تثار حولها قضايا ويثار حولها نقاش، وبالتالي لابد من قتل التحرك في المهد. لكن أنا شفت أنه هناك إصرار في أعلى مستوى عندكم في المغرب، إصرار على أنه تكون الدولة المغربية باصة نفوذها على كل الأراضي المغربية شمالا وجنوبا، وهذا مهم جدا، وهذا للإعلاميين دور كبير، وهذا لا يخل بالواجب المهني، وأنا أعلم ما أقول، لأنه الدفاع عن الدولة الوطنية والدفاع عن سلطة الدولة على الأراضي الوطنية هذا يدخل في لب العمل المهني عندما تكون الأرض محتلة أو متعرضة للاحتلال من طرف الغير. سيد هاشم نويرا شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك على هذه الإيضاحات كلها. شكرا للمشاهدين الكرام وإلى اللقاء.